أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن مجلس النواب والمعوقات التي تحول دون استئناف جلساته في المناطق المحررة. قال رئيس مجلس النواب سلطان البركاني أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات لاستئناف جلسات البرلمان خلال الفترة المقبلة دون تحديد مكان انعقادها. أضاف خلال لقائه في الرياض رؤساء الكتل البرلمانية أن هناك معوقات حالت دون انعقاد جلسات المجلس بعد عيد الفطر كما كان مقررا لها، لكنه لم يسمها. وكان نائب رئيس المجلس عبد العزيز جواري ناقش في الفترة الماضية إمكانية عقد جلسات المجلس في محافظة مارب في ظل استمرار أطراف في التحالف بإعاقة انعقاد المجلس في العاصمة المؤقتة عدن. في هذه الحلقة من برنامجنا نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: هل يتمكن البرلمان من عقد جلساته في الفترة المقبلة؟ وكيف يمكن تجاوز المعوقات التي تحول دون انعقاد الجلسات؟ نتابع التقرير التالي ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. محاولات عديدة لاستئناف جلسات البرلمان وتعثر واضح في كل محاولة، في مشهد يعيد الأنظار إلى حالة التعثر ذاتها التي شهدها المجلس خلال فترة سيطرة ميليشيا الحوثي على العاصمة صنعاء وانقطاع أعضائه وإيقاف أعماله حتى نقل مقره من صنعاء. في منتصف إبريل الماضي استأنف مجلس النواب أعماله بدورة استثنائية هي الأولى منذ قرار نقل مقره إلى عدن، لكن انعقاد المجلس كان في سيئون الخاضعة للقوات الحكومية، وهو ما أثار تساؤلات عن الأسباب التي تمنع المجلس من استئناف أعماله في عدن. رئيس مجلس النواب سلطان البركاني كشف عن معوقات لم يسمها حالت دون انعقاد جلسات البرلمان التي تم تحديد ميعادها بعد عيد الفطر، مشيرا إلى ترتيبات مستمرة لعقد دورة المجلس في الفترة القادمة دون تحديد مكانها وزمانها. الحكومة وقوى سياسية وبرلمانية اتهمت دولة الإمارات في وقت سابق بمنع عقد جلسات مجلس النواب في عدن، وذلك عبر التشكيلات الأمنية التي أنشأتها خارج إطار الدولة في المناطق المحررة. نائب رئيس المجلس عبد العزيز جباري ناقش خلال الفترة الماضية إمكانية عقد جلسات المجلس في محافظة مأرب في ظل استمرار إعاقة انعقادها في محافظات الجنوب ومنها العاصمة المؤقتة عدن، محملا دولة الإمارات مسؤولية ما وصلت إليه الأوضاع في اليمن. برلمانيون قالوا إن المعضلة التي تعيق انعقاد المجلس إضافة إلى مشكلة المكان تتمثل في رفض وتردد قيادة الشرعية والرئاسة اليمنية، مؤكدين أن أعضاء المجلس ما زالوا يبذلون الجهود من أجل إقناع قيادة الشرعية والتحالف لتهيئة مكان مناسب لعقد جلسات المجلس في المناطق المحررة. أهلا بكم مشاهدينا، كما وأرحب بضيفي من اسطنبول عضو مجلس النواب شوقي القاضي. أهلا بك معنا أستاذ شوقي. هل تسمعني أستاذ شوقي؟ ألو ألو. نعم، أهلا بك معنا أستاذ شوقي. أهلا وسهلا أختي. إذا أستاذ شوقي، كان من المقرر يعني أن يستأنف البرلمان انعقاد جلساته بعد عيد الفطر، ما الذي حال دون انعقاد جلساته حتى الآن في العاصمة المؤقتة عدن؟ وبرأيك من هي الجهة التي تمنع استئناف الجلسات؟ واضح تماما أنه منذ أن قامت ميليشيا الحوثي بالانقلاب المشؤوم في 21 سبتمبر 2014 ولجأ الرئيس هادي إلى التحالف وبدأت ما سمي بعاصفة الحزم في 26 مارس 2015، استمر المجلس مغيبا تماما عن المشهد ما يقارب 4 سنوات بعدم يعني نحمل المسؤولية نحن الشرعية لأنها تاهت تماما، سلمت الجمل كما يقال بما حمل للتحالف وظنت أن التحالف سيقوم بكل ما تقوم به الدولة كاملا، متناسيا أن هناك مؤسسات لا يمكن أن يستعاض عنها بأي جهة أخرى مطلقا ومن ذلك البرلمان، وبالتالي نحمل يعني حملت قيادة الشرعية مسؤولية غياب البرلمان
ظل النواب يلحون على الرئاسة وعلى التحالف في ضرورة أن ينعقد المجلس. دعينا في قبل سنتين تقريبا إلى جدة لإكمال النصاب ومن ثم بدء جلسات المجلس، إلا أن الأمر لم يحصل بسبب نقصان النصاب بعد مقتل الرئيس علي عبد الله صالح على يد ميليشيا الحوثي. انضم إخواننا في المؤتمر الشعبي العام، نواب المؤتمر الشعبي العام إلى الشرعية، وبالتالي اكتمل النصاب. تواصلت هيئات يعني رؤساء الكتل والنائب رئيس المجلس سابقا الأستاذ محمد علي الشدادي مع الرئاسة ومع التحالف لانعقاد المجلس. نعم، التقى الجميع بالرئاسة وبالتحالف. كان هناك تردد من الإخوة في الرئاسة إلا أنها أقنعت بأن المجلس وأعضاء المجلس يستوعبون ظروف المرحلة ومستلزماتها، وبالتالي لن يقفوا عائق أمام شيء. الإخوة ممثلي الإمارات العربية المتحدة رفضوا تماما أن ينعقد المجلس في عدن، ورفضوا أن ينعقد في المكلا، إلا أن إخواننا في المملكة العربية السعودية بادروا مباشرة واقترحوا حلا وسط أن ينعقد المجلس في سيئون. قبل الأعضاء أن ينعقد المجلس في سيئون، انعقد المجلس في سيئون، تحقق شيء عظيم وهو انتخاب هيئة رئاسة جديدة بعد أن كانت هيئة رئاسة المجلس مختطفة في صنعاء. وأنا هنا أؤكد أختي الكريمة ولو أطلت شوية أن نواب البرلمان المتواجدين في صنعاء أستطيع أن أقول أن 90% منهم تحت الإقامة الجبرية، وأنا أتحدى ميليشيا الحوثي وأتحدى المجتمع الدولي بأن يضغط على ميليشيا الحوثي باستماح لنواب المجلس في أن يغادروا صنعاء. ستكتشفون أن ميليشيا الحوثي لا تمتلك أكثر من يعني ربما مثل عدد أصابع اليد الواحدة، الكف الواحدة. على كل حال انعقد المجلس في سيئون، وكان المجلس سينعقد ربما أسبوع أو أكثر، إلا أنه للأسف فوجئنا بعد 3 أيام مباشرة من انعقاد الجلسات بتحت مبررات أن هناك طائرات مسيرة بلغ 11 طائرة، وأن هناك تنظيم تهديد من تنظيم القاعدة وداعش وإلى غير ذلك. فهمنا تماما أن هناك من يريد تعجيل رفع جلسات المجلس من سيئون. وعدنا على أن ينعقد المجلس مباشرة بعد العيد لاستكمال أهم خطوات المجلس، وهو تشكيل اللجان وتشكيل الوفود التي ستمثل البرلمان إلى الدول الأخرى. لكن للأسف إلى الآن لا زالت هيئة رئاسة المجلس ولا زالت كتل المجلس على تواصل مستمر مع الإخوة في التحالف ومع الإخوة في رئاسة الشرعية، إلا أن هناك كثير من المماطلة، علما بأن المجلس لا يستطيع أن ينعقد إلا بتأمين، لأن انعقاد المجلس معناه ما يقارب 140 عضو برلماني يحتاجون إلى إقامة، يحتاجون إلى سكن، يحتاجون إلى قاعة مؤمنة إلى غير ذلك، وبالتالي لازلنا نماطل في موضوع عقد الجلسات. تفضلي. ابقى معي أستاذ شوقي، أنتقل إلى ضيفي من العاصمة الأردنية عمان المحلل السياسي عبد الناصر المودع. أهلا بك معنا أستاذ عبد الناصر. يعني هل تعتقد أن البرلمان سيستأنف جلساته من جديد، أما يعني أن حاله لا يختلف عن حال المؤسسات اليمنية؟ طيب تمام. لا عادي. لا أستاذ عبد الناصر، هل تسمعني؟ نعم، إذا سنحاول الاتصال بالأستاذ عبد الناصر المودع. وأعود إليك أستاذ شوقي، تحدثت عن أبرز الإجراءات والمتطلبات التي تحتاجونها كأعضاء مجلس نواب لاستئناف انعقاد الجلسات. أهم هذه المتطلبات التي ذكرتها هي الأمن، يعني وبالتالي ما هي أيضا الإجراءات الأخرى التي تحتاجونها؟ فيما يتعلق بالأمن أختي الكريمة، ينبغي أن نعرف أن هناك رسائل الآن أرسلت للشعب اليمني، لا أقول للبرلمان، وإنما للشعب اليمني، على أن هناك قوى لا زالت مصرة على إعاقة انعقاد البرلمان وبالتالي إعاقة استعادة مؤسسات الدولة. الحرب التي شنت في شبوة، المشاكل التي شنت في شبوة كانت رسالة واضحة. القصف الذي كان في مأرب الذي قصفت به مقرات المحافظ، المعركة الأمنية التي جرت في مأرب أيضا، كل هذه رسائل بعد أن منعنا أيضا من الانعقاد في عدن ومن الانعقاد في حضرموت، بعثت رسائل أخرى أن
أنه لابد من 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 من, من, من لابد من التوافق مع مكونات التحالف، هكذا أقولها على بلاطة. نحن الآن عندنا شرعية وعندنا تحالف. نعم. اليمن بموجب هذا الاتفاق الذي تم بين الشرعية وبين التحالف سلمت الجانب العسكري والجانب الأمني الكبير إلى التحالف، فنحن بصراحة لازلنا يعني موجهين أصابع الاتهام إلى أن هناك إعاقة متعمدة من بعض الأطراف. نتمنى من هيئة رئاسة المجلس بعد أن يستكمل كل محاولاته لإقناع الأطراف أن يعلن عن الطرف المعطل والمعرقل لانعقاد جلسات المجلس ليبقى الشعب اليمني على بصيرة من أمره. نعم أستاذ شوقي، هناك تقارير إعلامية تحدثت عن رفض الإمارات زيارة وفد من البرلمان إليها، ويعني أن الزيارة كانت تهدف للتوصل إلى تفاهمات، ما صحة يعني هذه الأنباء؟ يعني لا أستطيع أن أقول أنها رسمية، يعني كانت الذي أعلمه أنا أن هناك كانت رغبة من بعض نواب المجلس في أننا نطمئن جميع مكونات جميع المكونات الشرعية والتحالف، لأنه أيضا لا أخفيك أختي ولا أخفي المشاهد الكريم بأن هناك كان تخوفات من بعض مكونات رئاسة الشرعية. يعني للأسف تعودت رئاسة الشرعية ومكونات رئاسة الشرعية والحكومة ومكونات الحكومة تعودوا على غياب المجلس لمدة 4 سنوات، معنى ذلك أنهم تعودوا على أن يشتغلوا بعيدا عن المراقبة وبعيدا عن التشريعات. نعم. وبالتالي هذا شيء يعني يترك كما يقال الأمور سايبة. هذا التعود جعل منهم يعملوا ألف حساب لاستئناف جلسات مجلس النواب، متخوفين البعض أن الأعضاء ربما يفتحوا قضايا ليس وقتها الآن كما يقولون، لكن ليس ذلك صحيحا مطلقا. برأيك أستاذ شوقي، إذن يعني ما هي المدن الأنسب لانعقاد البرلمان، وما يعني ما هي الميزات التي جعلتها الأقرب أو جعلتها المكان المناسب لانعقاد البرلمان؟ من حيث المبدأ أمام مجلس النواب وأنا أحدهم مسؤولية تاريخية أمام الله وأمام الشعب اليمني وأمام الأجيال وأمام الضمائر وأمام العالم كله، هي ضرورة أن ينعقد المجلس في أرض من أراضي الجمهورية اليمنية مهما كانت الظروف. نعم. لكن الرغبة من أعضاء المجلس وبالتحديد هيئة رئاسة المجلس ورؤساء الكتل ألا ينعقد المجلس في ظروف متوترة بين مكونات الشرعية والتحالف، يعني هناك رغبة على أن ينعقد المجلس بمباركة كما انعقد أقل شيء أن ينعقد حتى بمباركة مكون من مكونات التحالف وبالتحديد الإخوة في المملكة العربية السعودية. أنا أريد هنا أن أثمن للإخوة في المملكة العربية السعودية بأنه لولا تفهمهم لما انعقد المجلس في سيئون. نعم. أقول الآن يتحمل إخواننا في المملكة العربية السعودية هذه المسؤولية، وقبل ذلك يتحمل رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، يتحملوا جميعا توفير مكان مناسب لانعقاد جلسات المجلس. الفرص كثيرة، مأرب جاهزة، حتى تعز جاهزة. نعم. يعني أستطيع أن أقول أن تعز بحصار ماليشيا الحوثي، لكن يستطيع أهل شباب تعز ويستطيع أحرار تعز في أن يعني يؤمنوا مكانا للمجلس النواب، لكن تعرف أختي أن الأعضاء ما كلهم جميعا يثق بهذه المكونات ولا يثق بقدراتها، خاصة أننا نسمع شبه يومي من قصف ماليشيا الحوثي. نعم. هنا أو هناك. أيضا هناك تخوف من القصف المجهول، أنا أسميها القصف المجهول، هناك قصف مجهول. نعم سيد يعني شوقي، ذكرت أن هناك يعني أطراف في الشرعية ذاتها تحاول منع المجلس من انعقاد جلساته، بالتالي ما الذي بيدكم أنتم القيام به والتعامل مع ما يجري مع هذا الموقف؟ لا أقول منع وإنما تخوف، هذا التخوف يؤدي بهم إلى أن لا يتحمسوا مع انعقاد المجلس، ليسوا منع، هم لا يملكون حق المنع، إنما التخوف يؤدي إلى عدم حماسهم. الذي نملكه أختي الكريمة بعد أن نستنفد كل الطرق في لملمة كما يقال الجهود وفي توصيل رسائل الاطمئنان للجميع بأن انعقاد المجلس سيكون مكونا إيجابيا لانتصار الشرعية ولاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، أقول أن الذي نملكه كثير وكثير، في مقدمة ذلك الإعلان للعالم عن الأطراف التي تعيق عودة مؤسسات الدولة، وبعد ذلك أيضا نستطيع ونملك
إجراءات دستورية يخولها لنا الدستور. نعم. إذن ابقى معي أستاذ شوقي. أنتقل إلى ضيفي من تعز المحلل السياسي عبد الهادي العزعزي. أهلا بك معي أستاذ عبد الهادي. أهلا وسهلا بك وبضيفك الكريم. نعم، محاولات عديدة إذن لاستئناف جلسات البرلمان لكن دون جدوى، برأيك يعني لماذا لم يتمكن البرلمان حتى الآن من عقد جلساته في عدن؟ أعتقد أن البرلمان لديه مجموعة كبيرة من التخوفات، وأنا في وجهة نظري التخوفات غير منطقية. لو أن المجلس امتلك الإرادة وقرر العودة إما إلى عدن أو إلى غيرها، عندما امتلك الإرادة وعاد إلى سيئون عقد جلسته، بالضرورة سوف تكون هناك صعوبات. لكن أنا أعتقد أن المشكلة منحصرة في اتجاهين في كل من التحالف السياسي وقيادة البرلمان وأعضائه وقيادة الحكومة وقيادة السلطة العليا والرئاسة. هذه الثلاث الجهات متى ما رأت ضرورة، والتحالف العربي متى ما رأوا ضرورة لانعقاد المجلس، فإن المجلس يمكن أن ينعقد في غضون حوالي 48 ساعة على أكثر احتمال إن لم تصل إلى 70 ساعة. هذه المسألة هي بيد الأطراف الثلاثة بشكل أساسي، بيد أعضاء المجلس وبيد أيضا التحالف السياسي الداعم للشرعية والرئاسة. نعم، لكن أستاذ عبد الهادي يعني هناك من يقول أن أو يوجه اتهامات للرئيس عبد ربه منصور هادي بالتردد والفشل في البت في أمر موضوع انعقاد جلسات البرلمان، ما رأيك؟ أنا أقول أن التردد وارد لدى الجميع، ووارد بدرجة أساسية لدى أعضاء المجلس ورئاسة المجلس والرئاسة اليمنية. هذه الأطراف هي التي ينحصر فيها هذا القرار. القرار وطنيا إذا أرادت الرئاسة وأرادت رئاسة المجلس الانعقاد فإنها سوف تنعقد كما انعقدت، لأنه حدث انعقاد. نعم. لو لم يحدث انعقاد بالخالص لكانت المسألة مختلفة. أعتقد أن هذه المسألة هي عنوان تعاني منها الحكومة التي يحضر أعضاءها ويغيبون ولا يستقرون بشكل داعم، وهنا عشرات من القيادات كان بالضرورة أن تكون متواجدة بالداخل. نعم. التواجد بالداخل ولو حتى من باب الزيارة أو التغطية مهم. رئيس الوزراء متواجد ومجموعة معه. أول عملية تسير بشكل جيد، لكن بقاء المجلس أعتقد أن المجلس بالضرورة أن يعود إلى الداخل. هناك ضرورات كبرى سواء مرتبطة بالتحرير أو مرتبطة أيضا بالتفعيل وإعادة السلطة الدولة إلى إعلان الناس. نعم. هذه المسألة أعتقد أن على الرئاسة أن تحسنها وبشكل سريع. هناك متغيرات كبيرة على الأرض، يجب أن يتواجد المجلس وأن يكسر هذه التخوفات. نعم. أستاذ عبد الهادي، إذا كنت قد استمعت للحلقة من بدايتها، كان معي ضيفي يعني الأستاذ شوقي القاضي، تحدث عن تخوف من جانب أشخاص يعملون ضمن الشرعية من انعقاد البرلمان، ربما ما يترتب عليه من محاسبة. أنت يعني ما رأيك، ما هو الحلول المتوافرة؟ أنا أعتقد أن التخوف من بعض الأطراف التي ترى غياب المجلس يحقق مصلحة لها. هناك أطراف مع الأسف الشديد داخل الشرعية ترى أن غياب مجلس النواب يحقق مصالحا لها، وهذه هي أحد أكبر العوائق التي تعاني منها الشرعية، أي أن السلطة الشرعي يفتقر إلى القرار الموحد أساسا. لا أعتقد أن أحد سوف يتعرض لأعضاء مجلس النواب أو لغيرهم لو عاد الجميع إلى الداخل. ربما يؤدي احد الاخوه كما هو مروج في الاعلام، اخوه في دوله الامارات العربيه، الانسحاب التدريجي لقواتهم، يفرض علينا تحديات. لا اعتقد من وجهه نظري انها اذا كان هذا الاجراء صحيح تتشابه مع ما واجهته الجمهوريه في الشمال في اخر الستينات، ما واجهته بعد انسحاب الاخوه المصريين الذي فرض على القيادات في تلك الفترة تحديات إثبات الوجود والتشبث بأهدافهم وبرامجهم. فعلى القيادة السياسية أن تعود كاملة، وإن كان المجلس هو السلطة. نعم. هو السلطة التشريعية للبلد، فيجب أن يعود المجلس. له خصومات كبيرة بينه وبين المواطنين أو بين الأطراف،
لكن ربما بعض الاطراف نعم فيها نوع من الاختلال. ابقى معي استاذ عبد الهادي، اعود اليك ضيفي استاذ شوقي. اذا ذكرت ان هناك بعض المخاوف ايضا من قبل اعضاء البرلمان انفسهم، يا ترى ما هي هذه المخاوف التي تحول وتمنع دون انعقاد البرلمان؟ هي تخوفات أمنية يعني بالمقام الأول، لأنه يريدون أن ينعقد المجلس في ظل ظروف آمنة بالحد الأدنى من الأمن يعني. نعم. خاصة بعد أن يعني حصلت حوادث مثل حادثة قصف منصة العند في ظل عرض عسكري، وحادثة الآن قصف منزل المحافظ، وحوادث أخرى. يعني في بعض النواب يقول لك هذه ظروف ليست آمنة، لا نستطيع أن نؤدي فيها جلسات شبه طبيعية، وبالتالي تخوفات مشروعة يعني على حياتهم وأرواحهم. نعم، إذن أستاذ شوقي، يعني هناك من يقول أن دول التحالف تحاول إلزام أعضاء البرلمان يعني بالمصادقة على اتفاقيات معينة، يعني ما صحة ما يتم تداوله؟ لا أساس لهذا مطلقا، لا أساس، يعني ليس صحيحا أبدا. أنا أريد هنا أن أطمئن وأنا أقولها، وكل من يعرفني يعرف وضوحي ويعرف أني مطلقا لا أخبي معلومة على الشعب، لأن هناك حق من حقوق الناس وهو أن تكون المعلومات لديه متوفرة عن مجلسه، لأنه بالأخير مجلس يمثل الشعب. ليست هناك مطلقا، أنا أقولها مطلقا، ولا واحد من مليون في المئة من هذه الشائعة التي تقول أن هناك اتفاقيات. نعم. بل بالعكس، أنا أريد هنا أن أطمئن، في إحدى المحاولات من بعض القوى أريد أن فقط أن لا أقول أن يوافق المجلس على عبارة فقط لا غير، لا تروق للنواب، رفض المجلس يعني تقريبا بنسبة 98% رفضوا. نعم. يعني لم يوافق إلا اثنان فقط لا غير، كان ربما لم يستوعبوا خطورة الموضوع، وبالتالي رفض 98 مطلقا. يعني أنا أريد أن أقول أن نواب المجلس مهما قيل عن الأداء الإجمالي الضعيف لمجلس النواب، إلا أن نواب المجلس، وأنا هنا أقول بثقة، لا يمكن مطلقا أن يصادقوا على شيء يضر اليمن وسيادته. نعم. ومن هنا تأتي تخوف البعض من أن يستأنف المجلس دوره، لأن المجلس لن يكون مطلقا أداة طيعة بيد أحد. نعم، ضيفي شوقي القاضي عضو مجلس النواب من اسطنبول، شكرا جزيلا لك. أعود إليك ضيفي عبد الهادي العزعزي، يعني الإمارات حتى اللحظة هي من حالت دون انعقاد جلسات البرلمان حسب أغلب التقارير والمصادر، يعني لماذا ترفض الإمارات ذلك برأيك؟ إلى الآن أنا أعتقد لا نستطيع أن نتهم دولة بذاتها ما لم يكون هناك تصريحا رسميا، إما من البرلمان نفسه أو من الدولة أو من الإخوة في الإمارات، وهذا غير وارد تماما. الأخ شوقي كان واضحا قال هناك تخوفات من بعض النواب وأيضا ومن بعض، ويجب أن تقال بصريح العبارة، ومن بعض القوى السياسية ومن بعض أطراف في الرئاسة والحكومة، لأن انعقاد المجلس قد يقلد أداءها، قد يفرض عليها اشتراطات فيما يخص الأداء. لكن ما أود أن أوضحه أن التخوفات التي يطرحها هذا مجلس النواب، لماذا لا يطرحها الأخ رئيس الحكومة والوزراء الذين معه والمقيمين في معاشق؟ لم يقصف معاشق إطلاقا. نعم. على مدار هذا ثاني رئيس وزراء والحكومة تذهب وتأتي ولم يقصف، وهناك منظومة افتراضية من الصواريخ الباتريوت تحمل هذه الأماكن، ولا أعتقد أن الحوثيين سوف يرتكبون مثل هكذا قصف أو تهديدا لحياة النواب. المخاوف الأمنية على الحكومة أن تحزم هذه المسألة الموجودة على الأرض، هناك سلطة محلية وهناك وزارة الداخلية، والنواب لديهم طابور كبير من الحراسات أو غيره فيما يخص على الأرض، ولديهم كتائب. لو عددنا كم خلف كل عضو مجلس نواب لوجدناها تصلها اكثر من لواء عسكري. نعم، عبد الهادي العزعزي المحلل السياسي كنت معي من تعز، شكرا جزيلا لك. كما وينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان المحلل السياسي عبد الناصر المودع، أهلا بك معنا أستاذ عبد الناصر. أهلا وسهلا بكم.
إذن هل تعتقد يعني أن البرلمان سيستأنف جلساته من جديد يعني أم أنه سيتوقف؟ المؤشرات كلها تشير إلى أنه سيتوقف. حتى الجلسة السابقة كانت فقط جلسة لغرض أنه ينعقد لمرة واحدة، لأنه من شروط أن يكون البرلمان ينعقد بشكل دائم وبشكل مستمر أن يكون هناك مقر دولة، منطقة، عاصمة حقيقية يجتمع فيها. لكن ما هو حاصل الآن أنه في غياب العاصمة، لأن عدن ما تعتبر عاصمة فعليا، عاصمة مؤقتة لليمن. نعم، برأيك إذن يعني ما هي أو من هي المدن أو ما هي المدينة التي يمكن أن يعقد فيها البرلمان؟ ما هي المدينة التي يتوجب أن تتوافر فيها الشروط لعقد البرلمان؟ فقط جلسة لغرض أنه ينعقد لمرة واحدة، لأنه من شروط أن يكون البرلمان ينعقد بشكل دائم وبشكل مستمر أن يكون هناك مقر دولة، منطقة، عاصمة حقيقية يجتمع فيها. لكن ما هو حاصل الآن أنه في غياب العاصمة، لأن عدن ما تعتبر عاصمة فعليا، عاصمة مؤقتة لليمن. نعم، لكن هناك يعني من يتهم أطراف التحالف بعينها بعرقلة انعقاد أو استئناف انعقاد جلسات البرلمان، ما رأيك؟ هل تسمعني؟ نعم، إذن يبدو بأننا فقدنا الاتصال مع المحلل السياسي عبد الناصر المودع، كنت معي من العاصمة الأردنية عمان، شكرا جزيلا لك. إذن وصلنا مشاهدينا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من زوايا الحدث، تقبلوا خالص تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة محمد عبد المغني، إلى اللقاء في حلقة جديدة.